السلام عليكم. السلام. مساك الله بخير شباب العزيز. جزاك الله. كل عام طيب يا شيخ. وانتم كذلك. وعيدكم مبارك الله يحفظك. الله من الجميع. الله يجزاك خير يا شيخ. اقول يا شيخ شباب العزيز. نعم. العاده اسال 3 أسئلة يا شيخ، واليوم عيد وتزيدها تخليها 6 اليوم. اثنين. ما يخالف؟ اثنين. ها؟ اثنين. لا الله يحفظك، اليوم عيد يا شيخ. نعم. اقول يا شيخ بالنسبه للحاج يا شيخ. الاضحيه له يا شيخ. هل يقول يسن الحاج انه يضحي؟ ما اعلم مانع. لكن هل هي سنه كالحلال؟ ما اعلم مانع يا ولدي. اللي احفظ انه النبي ضحى وهو حاج عليه الصلاه والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى وهو حاج؟ نعم. اذا الافضل له انه يضحي يا شيخ. نعم. كان هذا اتصال الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله مغرب يوم السبت 10 من شهر الحجه عام 2019 هجريه.